ومن جديد ينضم إلينا من القدس المحتلة أحمد الصفدي الكاتب والباحث السياسي، إليك مرة أخرى سيد أحمد. تحياتي أستاذ أحمد لك ومجميع مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. بالإجابة على سؤالك، هذا العامل مهم، ولكن تفاعل هذا العامل وتركيبته مع العوامل الأخرى وخاصة تصريحات والخلافات الداخلية مع بين الجيش ويعني وزير الدفاع ونتنياهو والخلافات مع المعارضة ومع الشارع الإسرائيلي، لأنه طالما كانوا يختلفوا مع نتنياهو شعاراتيا وشفوية وكلاميا، ولكن سلوكا يتماهى معه، لأنه يعرف نتنياهو يعلم علم اليقين بأنه يستطيع أن يسحبهم ويجتمعوا على الحرب، ولكن يختلفوا على صفقة الأسرى، وهذا يضعف المعارضة التي كانت ضعيفة جدا، تأخرت حينما انسحبت خاصة جانس وأزينكوت من مجلس الحرب، بينما تماهوا معه في توسيع الضربة على لبنان وعلى الضفة الغربية وعلى معبر رفح والعديد من المجازر كان يصادف عليها. فبالتالي كيف يستوي ذلك وعلى موضوع أيضا اختيار السيد إسماعيل هنية؟ لذلك هذا الشارع كان ضعيف، وتراجع أيضا أداء أهالي الأسرى ومستوى الزخم في الشارع الإسرائيلي مؤخرا بعد أن نتنياهو أدخل اليأس إلى قلوب أهالي الأسرى. ولكن اللافت تدخل الاستدروت ونزوله إلى الشارع وتصريحاته القوية بمحاولة استعادة كيان دولة الاحتلال التي يختطفها اليمين المتطرف مثل سموتريتش وبن غفير وتحديدا نتنياهو بممارسة دكتاتورية واضحة وتصميم على البقاء بمحور فلادلفيا والسريم لتعقيد الصفقة من جديد. فبالتالي هذا الشارع أراد نتنياهو أن يقيد وينفذ ضغط الشارع ويقلم أظافر الاستدروت من خلال استخدام أدوات مثل المحكمة. فطالما نتنياهو استخدم أدوات الكنيست والمحكمة ومجلس الوزراء والكابينيت وبالتصويت على قرارات واضحة يستخدمها في فترة الحرب حتى يحبط خطوات المعارضة والشارع الإسرائيلي.